السلام عليكم. رنيم، فتاة في مقتبل العمر تمشي الهوينة وتعشق الحياة، في أولى سنوات عمرها الجامعية في إحدى كليات القمة، ووسط بحر من أسئلة حرجة في هذه المرحلة السنية واجهها سؤال عاصف: الحب حرام أم حلال؟ أو ببساطة، بنات العشرين نفسي أحب وأتحب، هل ده صح ولا غلط؟ دكتورة عبلة، بنرحب بيكي مرة تانية، وإحنا النهاردة في حلقة كلنا في حاجة إليها، نحن في حاجة إلى الحب، ولكن دائما الإسلام يعني بيتهم إنه دين منغلق وينغلق كل من يعني يتعرف على عقيدته وعلى تفاصيله، ولكن سؤالي بمنتهى الصراحة: هل يعترف الإسلام بالعاطفة والحب؟ يعني عايزة أقول إيه؟ أقول ده ديننا كله حب، كله محبة وكله رحمة. كل آية من آياته، كل آية من آيات القرآن الكريم بتعلمنا إزاي نتحاب وإزاي نتعايش، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أوجد الإنسان وأودع فيه يعني العقل وفطره على الأدبيات والمعاني والوجدانيات الرائعة، وأيضا ركب فيه الرغبة. وسبحان الله، من خلال الفطرة عمد إلى تغيير، يعني من خلال العقل ومن خلال التفكير عمد إلى النطق وإلى التعبير عن الحب بكل الوسائل. يعني الحب أساس كيفية النطق وكيفية التعبير وكيفية الكتابة، كان أساسها أنه عايز الإنسان يخرج عن الحيوانية بمحض إرادته بفطرته، يخرج عن حيوانيته إلى المنطق الأرقى، ولم يتأتى ذلك إلا لأنه أحب الشريك وأحب المرأة. الحب عطاء سماوي ترقى به القلوب وتسمو به الحياة. الحب نور والكراهية ظلام. الحب بناء والكراهية دمار وخراب. بدون الحب تصبح الحياة ميكانيكية جافة ليس لها معنى. بالحب تعمر الحياة وتخبو الكراهية ويعظم الخير. بالحب نتعرف على الحق سبحانه وتعالى ونتلقى تعاليم السماء. بالحب تتجلى القيم الجمالية ونشوف كل ما هو جميل، مش هشوفه غير بنظرة محبة. لو شفت بنظرة كراهية هشوف كل حاجة وحشة، لكن نظرة الحب لكل الأشياء هتخليني أرقى. نعم. يمكن تركت حضرتك فعلا يعني تدينا الشكل الجميل أو الشكل الأشمل للحب، ولكن لو تطرقنا لجانب خاص، وهو جانب بنجده في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان محرم، وهو العاطفة والحب، شكل الأمثل في العلاقة ما بين الشاب والفتاة. حاضر. قبل بس ما أدخل في الموضوع ده، يعني عايز أقول في معين بناخد منه كلنا. نعم. ان انا عشان اعرف يعني اعيش صح لازم احب الاول، احب ربي اللي وضع الالفه في قلوبنا، قال لنا على الموده والرحمه، وقال لنا والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، حديث حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحب لابد ان نتعاطاه جميعا، وعشان كده حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعاطى الناس اسباب المحبه لاستغنوا بها عن العداله. ده الحب بمعناه الراقي العام. بحب ربي، احب حضره النبي، احب اخواني، احب امي وابويا، احب اسرتي، احب كل انسان محتاجني. الحب يعني الحب ارقى من ان يعني يتهم بانه يعبر عن الشهوات، واقدس من يعبر عن الماديات. وعشان كده ما مش عايزة أفصل، ده الأساس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أودع بين المرأة والرجل
هذه العلاقة. نعم. لو لم تكن المحبة بين المرأة والرجل مش ممكن هتبقى في حياة. ومش ممكن يبقى في وجود وحيبقى في نسل ولا هتبقى في أسرة أصلاً. يعني الحب هو أصل الحياة. أصل الوجود في المقام كله. الأول. نعم. وعشان كده لقينا فقهاء وفقهاء أجلاء زي ابن حزم الظاهري كتب لنا كتاب كبير اسمه طوق الحمامة مجلدات طوق الحمامة وكتاب تاني لابن القيم نزهة المشتاقين وكتاب لابن داود الزهرة وكتاب ذم الهوى يعني كتب كثيرة في هذا المجال وكلها وصفت الحب بطريقة في غاية الرقي. احنا بس بنحاول نقرب للشباب عشان لان هناك فرق بين هذه العاطفة الطاهرة الراقية اللي بتوصل اتنين جمعهم ربنا سبحانه وتعالى في اصل يعني الخليقة عشان كده كل واحد بيدور على النص التاني يقول لك في طوق الحمامة يقول لك ايه الحب هو التواصل بين النفوس المقسومة في هذه الخليقة في تواصل فين في أصل عنصرها الرفيع شوفي بقى والتواصل لن يتأتى إلا بين المتماثلين لازم نكون متماثلين عشان كده ده اللي يبين لك سبحان الله في ناس بتحبيها على طول وفي ناس بتنفري منها او ما بيبقاش في ألفة بينكم فالتماس يعني الاتصال والافتراق في الدنيا الظاهر قدامنا ده له اصل في البداية اللي هو في اصل العنصر الرفيع اللي هو الامتزاج او الافتراق عشان كده حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اما بيعبر وبيكلمنا بيقول لك الارواح عن هذا الموضوع لك الارواح خدي بالك بقى انها علاقة أرواح وعشان كده محبة بتدوم مش محبة منقطعة الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف فعشان كده بقول أبدا الإسلام ما حرمش الحب بس رقى هذه العلاقة بين المرأة والرجل الحب العذري كل ما هو جميل يتأتى من خلال هذه العاطفة الطيبة وعشان كده قال لنا حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس للمتحابين إلا النكاح إلا الزواج يعني نعم ولكن يعني كلها أيضا في الشكل الفيه يعني الذي فيه مثالية ولكن إحنا بنريد أن إحنا نقترب أكثر من الواقع نرتطم بالواقع حتى نري شبابنا وشابتنا شكل الإسلام حتى دلوقتي تحدثي عن الحب العذري وهو الذي هو من جانب واحد أو هو الطاهر ما هو تفسيره الحقيقي وهل الإسلام بالفعل إحنا يعني أنا هكلمك لأن اللي قال هذا الكلام ابن حزم الظاهري اللي كتب لنا المحلى ومحلى مجلدات ضخمة في الفقه الإسلامي جمع آراء الفقهاء جميعا وحل أقوالهم وكان يعني مرجع يرجع إليه كافة من يبحث في هذا المجال يعني هو لما بيوصف وجينا قرينا بعد كده للأدباء يعني المعاصرين هنلاقي نفس التعبيرات اللي استخدمت ونفس لان هي ده علاقات انسانيه والعلاقه ما بتتغيرش من شخص لشخص لكن المهم ازاي نهذبها وازاي نرقيها وازاي ننظر اليها جميل فمثلا بيقول لك ايه النفوس اللي هي متماثله بتلتقي ببعضها واذا التقت ما تفترقش ابدا ما يفرقهاش غير الموت لا يمكن حاجه في الدنيا تقدر تفرقهم إذا التقت هذه النفوس المتماثلة ما تتفرقش فبص تلاقي واحدة حبت واحد مثلا وهو ما حبهاش أو هي بأخلاقها الحلوة وكذا ما ادتش أي انطباع هو مش معنى كده إن هي حبت حد ما هوش متواصل معه لا ممكن يكون متواصل في أصل العنصر الرفيع بس من جهة لكن أمور الدنيا قناعات الحياة غيرت وأصبحت حائلا بينهما فمش قادر ينظر إلى هذه الحقيقة قناعات الحياة اللي بالكسرة دي صحيح. رائعة والدليل واحد يقول لك النهاردة يشوف واحدة
يبص لها بعينه ويحب تعجبه شكلا، وده المرشد الذاتي دايما يبص بعينه. سقي هو مثلا خدها رغبة، يعني عجبته شكلا جسمها حواديت الدنيا دي. سقي انه بعد ما يتزوج مجرد ما تنتهي هذه الرغبة ينتهي الحب، لان مش ده الحب الحقيقي. اللي اتجوز عشان فلوسها، اللي اتجوز عشان مركز، كل الامور دي بتنتهي. وعشان كده لو برضو عشان تعرفي الحقيقة الغريبة سبحان الله، اما يكون في حب حقيقي وتواصل بين متماثلين، في اللي هو التواصل اللي ما بيحصلش غير بامر من الله سبحانه وتعالى، تلاقي ايه؟ تلاقي انها ممكن ما تكونش جميله، ممكن ما تكونش بالصوره. الناس تستغرب انت حبيتها، انا اعرف واحد شكله كان سبحان الله غريب جدا ما شاء الله، طب انت حبيتها ازاي؟ يقول لهم خدوا عيني شوفوا بيها، لان فعلا كان في تواصل بين هذه النفوس. وتعالي بقى اقري القرآن الكريم وهو بيعلمك، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق من أنفسكم، يبقى هنا الاتصال بين إيه؟ بين أجزاء النفوس المقسومة في أصل عنصرها الرفيع. لو لقيت اللي من عين نفسك اتجوز وانت مغمض عينيك. عين نفسك معناها طبيعتك. اوعى تدور على المسبسبه والملونه والمش عارف ايه، ولا الغنيه، ولا اللي مرتبها، ولا اللي راصدها. دور على اللي من عين نفسك عشان تسعد في حياتك. دي بقى السعاده الحقيقيه. هو ربنا سبحانه وتعالى قسم هذه النفوس عشان نفضل ندور كده، كل واحد فينا يدور على اخوه. اللهم صل على حضره الحبيب المصطفى. الموده والرحمه لن تتاتى الا بعد وجود هذه المحبه الحقيقيه. لو بيت فيه هذا القدر من الحب، حتى لو اتفاق في جزء، مع الوقت لازم الشقين يغيروا نفسهم عشان يبقوا ممتزجين. جميل. ويقول الشق يقول للاخر ايه؟ وجدت فيك روحي. وجدت فيك جوهر روحي. يقول لشريكه. طبعا يعني دي بقى عايزه مدد من الله سبحانه وتعالى. وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. عشان تلاقي كل واحد يلاقي شريك حياته اللي بيقسمه فعلا نفسه عشان يعيش عيشة هذه. جميل قوي. يعني هذه المشاعر انا بقراها راقية جدا، ولو كل واحد فينا سواء شاب او فتاة او رجل او مرأة يعني تمعن في هذه الكلمات هيجد بالفعل هناك رقي في هذا المعنى او في هذه الكلمة. عشان كده هنتوقف عند سؤال قبل الفاصل، يعني ماذا لو شعر جانب وجانب اخر، او الجانب تجاه الاخر بمشاعر من العاطفة، هل يذهب ليخبره ام لا؟ هنتوقف ولكن بعد الفاصل. فقط معنا أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم، ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم. معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل السريع، وأيضا توقفنا عند هذا السؤال. أعتقد أن نسبة كبيرة جدا من الشباب والشابات اللي بيتابعونا نفسهم بالفعل يتعرفوا على الإجابة لهذا السؤال، ماذا لو شعر جانب بعاطفة تجاه الآخر وبدأت تنمو هذه المشاعر، هل يذهب ليخبره؟ لأن الإخبار يعني أصبح دلوقتي بيحل كمان مشكلة العنوسة وأشياء كثيرة جدا جدا. أيوة والزواج. أيوة يا بنتي، إخبار بإيه؟ بالتليفون ولا على النت ولا بالشاتنج ولا لا يعني ماذا؟ إزاي؟ هو في اخبار شرعي جدا وجميل جدا، رائع. يبقى المهم زي ما قلت يكون حرر نيته لله، انه فعلا البنت دي هي اللي عايز يتجوزها، او وجد فيها جوهر نفسه زي ما قلت. وجدت فيك جوهر نفسي. هنفترض جدلا ان هم بيدرسوا في جامعه واحده، وانا احب دايما يا جماعه ان احنا نكون واقعيين، يعني ما ينفعش نتكلم كلام ما بيحصلش في الواقع. الواقع النهارده في بنشتغل سوا وفي الجامعه بيدرسوا سوا، يعني امور كثيره. لكن ديننا بقى بيعلمنا ازاي يكون لنا حدود في تصرفاتنا، او ازاي نجملها ونديها البركه، ازاي نخلي خطوتنا مباركه من الله سبحانه وتعالى. يعني انا هقول لك حاجه جميله قوي سمعتها من شاب
بيحكي لي بيقول لي انا حبيت زميلتي في الجامعه وحبيتها قوي، كنا بنخرج وبنتقابل وهي حبتني، ويعني حصل بينهم لقاء جميل عذري طاهر ينقل لها مش عارف المحاضرات وهي تعمل ايه والحواديت دي كلها، لحد ما سمعناك بتقولي لما رحت مره الجامعه اديت محاضره عامه عن المحبه في الاسلام، الحب في الاسلام. فقررنا ان احنا نسيب بعض خالص لحد ما نتخرج، بس كل فتره نتكلم في التليفون. والله عملنا كده لله وعشان نبقى فعلا متابعين منهج الله. شوفي ربنا الكريم، عشان يقول لي فوجئت ان على سنه رابعه قالت لي كلم بابا، انا كلمته وقلت له الحكايه بالظبط. ابوها جاب له شغل وتم الزواج بعد التخرج على طول. يقول لي احنا اسعد زوجين في الدنيا عشان اتبعنا منهج ربنا، يعني غيروا مسار حياتهم. فزي بنتنا دي اللي حكيت حكايتها وابننا، احنا المفروض اذا ابننا حس بنوع من الراحه النفسيه والهوى وهي نظره في ابتسامه زي ما بيقولوا، لا ده ابتدي الواحد يفكر وبعدين تشغل تفكيره اكتر وبعدين تسيطر على تفكيره، يبقى هو ده فعلا الحب. بس يلاحظ هل هذه المحبه مجرده من القناعات الدنيويه او الاقنعه الدنيويه، خلينا في اللي هي الشكل الجميل المنظر الحواديت، لان خدوا بالكم لو حصل ده ثقوا ان هي دي الحياه الممتده التي لا تنتهي. اذا حصل كده حبيبي يبقى ممكن قوي تخبرها بهذا، وتخبرها بانك انت هتتبع المنهج الحقيقي انه يكلم والدها او يكلم اسرتها في هذا المجال، وان شاء الله تكون الاسره على المستوى انها تدرك عاطفه اولادها واحترامهم لنفسهم واحترامهم لاسرتهم، ويعني يبقى في تفاهم لهذه الموضوعات ويبقى في وعد ان يتم كل حاجه على خير. لان حديث حضره النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. ان شاء الله عندنا سلسله جميله عن الزواج في حلقات قادمه ان شاء الله هينتظروها سادة المشاهدين معانا، ولكن احنا توقفنا عند الاخبار من جهه الاخر، وزي ما حضرتك قلتي هناك منهج اسلامي واضح وصوره صريحه ان احنا يعني نبتعد عن المقابلات او عن اللقاءات طبعا، حتى ولازم تعلم اهلها. نعم. يعني وبعدين الام ان شاء الله هنتكلم في هذا الموضوع، لازم تكون صديقه صدوقه لبنتها. نعم. وكذلك الاب مع ابنه. لازم الاسره يبقى في عندهم كده مجلس في البيت، احنا بنقول بقى عايزين نتعلم الديمقراطيه وكل شويه يبعتوا لنا رسائل يعلمونا الديمقراطيه. الديمقراطيه ما بتستوردش يا اخوانا، الديمقراطيه تربيه. لازم البيوت ولازم الاسر تعلم ولادها من البدايه ان يبقى في ديمقراطيه في الحوار. نعم. والعرض الصريح من غير السلطة العقابية الممجوجة ومن غير الخجل المريض. نعم. احنا عايزين يبقى فيه مصارحة في الأسرة عشان نواكب اللي جاي. يعني أنا بأجد في هذه الفترة أن بلاقي الأسرة منقسمة الآن، لكن هناك ترابط منقسمة، البنت مع الأم والابن مع الأب أو الابن مع الأم والعكس صحيح، ولكن هناك علاقة ثنائية ما بين سواء الأم أو الأب، هل هذا صحيح؟ لا، إحنا نفضل إنها تبقى إن شاء الله زي ما قلت يعني مجلس شورى كده صغير في البيت، ونعرض المشكلة ونعرض القضية. طيب الولد ده يا بنتي أنت لسه في سنة تانية ولا في تالتة في الكلية، هل أنت شايفة إن ده يتحمل مسؤولية؟ هل تقدري أنت حتى بالعكس حطيها في قالبها الحقيقي عشان تتحمل مسؤولية حياتها بعد كده. انما ما حدش ابدا يقول ندوس على العاطفه ونقول لا ده مع حرام وما حصلش، ده كان دي موجوده ومش هنضحك على بعض، لكن عشان تبقى واخده البركه واخده يعني زي ما بنقول ايه جواز مرور، لازم تبقى ان شاء الله العلاقه في النور وربانيه وبنتبع الحلال والحرام. احنا كده يعني توقفنا عند هذه الحاله وهي حاله طبيعيه وعاديه، ولكن إذا استحال هذا الزواج لسبب أو لآخر، يعني هل هذا يكون محرما هذه المشاعر اللي كل واحد فيها استحال حسها أو شعر بها؟ هناك فرق
يعني ما معنى استحال؟ استحال يعني استحال لأي سبب، قد يكون غير مؤهل، غير كفء، الأهل غير على مستوى كما تحدثنا من قبل عن الكفاءة وغير ذلك من الأسباب. مهم جدا عشان الحياة تمشي وتستمر لازم يكون فيه قدر عالي من الكفاءة. الكفاءة مش مادية بس زي ما الناس فاهمة، الكفاءة في حاجات كتير، يعني الكفاءة في طريقة التفاهم، في طريقة استقبال المعلومة واستقبال المشكلة واستقبال أي شيء، لأن ده هينفع بعد كده. يعني ممكن قوي مثلا مشكلة تحصل في الأسرة، لو مش متفاهمين واحد هيضخمها قوي، واحد هيسطحها قوي، يبقى احنا ضيعنا الدنيا. وده مش هم، ده الحب الحقيقي اللي احنا بنتكلم عنه. لو في حب هيبقى في تفاهم وهيبقى في تكافؤ. لا يعني لو حدث انه يعني ما كانش في تكافؤ من البدايه، يعني لو وشعر تجاهها سواء هي غنيه او هو اغنى او العكس واستحال هذا الزواج، يعني انا واقف عند نقطه، هل حرام انها تشعر بمثل هذه المشاعر حتى لو استحال هذا الزواج؟ يعني ايه حرام؟ طب هتمسك قلبها ازاي؟ احنا بنتكلم كلام مش مظبوط. لا ده بيبقى ابتلاء يا بنتي، من جملة الابتلاءات اللي بتمر، بس يا قلبي كده البنت مرت بدري قوي بالابتلاء ده، بيبقى ابتلاء وبيبقى قدر، ولازم تتجاوزه، ولازم تعرف ان يعني الحياة معتركات كثيرة، ولازم تنجح وتمر هذه القضية، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تكون قوية ويكون لها زوج ان شاء الله، وان شاء الله هيكون لها زوج ولازم تمر، ولازم تكون من القوة بمكان بحيث تتقبل الوضع بان انها لو صبرت هتاخد اجر. ويعني بس هو حديث ضعيف، لا مش هقوله انه حديث ضعيف، يعني ما معنى هذا الحديث؟ ان من حب وعف فله الجنة، يعني برضو كأنه نوع من الصبر ما حصلش بينهم التقاء. نعم هنأتي او هنستمر في مرحلة الحب او في لحظات الحب اللي احنا بنعيشها دلوقتي من خلال حضرتك، من خلال اظهار منهج الدين الاسلامي. مش عايزة اقول ازاي الست او المرأة تحب زوجها، انا عايزة اقول ازاي الرجل يحب زوجته. ما احنا قلنا في الاصل بقى هو خد اللي مين؟ اللي زي منعين نفسه. ما هو منعين نفسه بس ما كانش يعرف بقى من البداية، احنا عايزين ناخد هو كان يجهل بهذا الامر ثم علم. لو يعني لو مدام حبها، خدي بالك مدام حصل بينهم، ما هو حبها الجمال زي ما حضرتك قلتي، او حبها المال، خدي بالك لو حب للجمال وللمال وللحواديت الدنيا دي يعني ربنا يلطف. انما لو حبها لجمالها، لكن وجد ان في اشياء اخرى بتشده ليها بصوره غريبه، يعني اللي احنا بنتكلم عليها بقى الالتقاء الاساسي، الكلام الراقي اللي هو ابن حزم الظاهري يقول لك ايه، الارواح التقت من قبل القبل. طبعا لكن هذا الكلام ليس له سند من القران ولا من السنه، وبالتالي فانا ما اقدرش انا عايز اقول، لكن انا قراته لابن حزم وعجبني. لان فعلا الأرواح وجنود مجندة. نعم. فعلا. طيب. يعني في هناك همزة وصل بين المتماثلين. طيب. إزاي الزوج بقى يحب زوجته؟ إحنا عايزين يعني كلام حتى يبلعها. يعني أنت قصدك إيه بقى؟ قصدك اللي ما التقاش بها حبا يبلعها إزاي؟ لا إحنا عايزين ندي وصفة جميلة جدا للرجل كيف يحب زوجته، حتى كمان لأن إحنا عارفين معظم الستات بتفكر إزاي، هيك قلتي عندها ذكاء فطري كيف تحب زوجها. الزوج ما ينساش في كل لحظة، حتى لو عندها 70 سنة، انها حتى بره بيسموها جيرل، يقول لك الجيرل، بص على الجيرل دي الاقيها عندها 60 سنة، والجيرل ايه يا اخوانا؟ لكن من كتر ما بيحترموا البنت او الست معنى اصح، ففي كل وقت هي جواها جيرل. لو كده وانت جاي قلت لها ايه الجمال ده، صحيح شعرها ابيض والسنان قربت تقع ولا حاجه، لكن ما شاء الله ده انت ما يكذبش ولا حاجه، لكن ليكي كده وقارك. يعني الست محتاجة كلمة حلوة، زي ما بقول والله يعني الست بتاكل بودانها حقيقي، خدوا بالكم. كلمة الحلوة، وسيدنا النبي علمنا الكلمة الطيبة صدقة، وأفضل واحدة تديها صدقة صدقة زوجتك الصاحب بالجنب اللي عايشة معاك اللي كلتها معاك بالحلوة والمرة. فالحقيقة دايما بقول ابذل جهد انك تخلي زوجتك تحبك وتستبقي هذا الحب، وبعدين انتوا الاثنين اعرفوا ان الحب ده هيدوم ازاي، لازم له وقود.
ولازم له زيت. نعم. والزيت ده هيجي منين؟ هيجي من المدد الرباني. انتوا الاثنين تحبوا في الله والتقوا في الله هيفضل بينكم الحب. جميل. وعشان كده هختم حلقتي النهارده واقول مره تانية، قد يختفي الحب احيانا وقد تتعرض علاقاتنا الاجتماعيه لهزه طارئه، وقد نفقد بوصله الطريق احيانا، ولكننا ابدا في حاجه الى الحب والموده والرحمه، فهم الحياه. شكرا والى اللقاء. اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيه، ناوي تغير اول خطوه هتبدا بيهم. مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي؟ اسال نفسك مين بيحبك حب حقيقي؟ مين محتاجك؟ مين بيحب انك تحتاجه؟ عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه.